مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهي قناتنا قناة تفاصيل يوتيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن أقوى مشاكل اليوتيوبرز في عام 2023، وعشان تعرفوا هالمشاكل احضروا الفيديو معي للنهاية ويلا خلونا نبلش. هاي السنة رصدت مشاكل كبيرة ودراما بين اليوتيوبرز العرب، فتعالوا مع بعض نعرف هالمشاكل وشو كان سبب كل مشكلة فيهم. أول مشكلة واللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت ترند في الوطن العربي هو ترند خلع الحجاب. فسالي العوضي وليا حمزة قاموا بخلع الحجاب مستعينين بالآيات القرآنية على هالشي، وخلى هالشي المتابعين ورواد المواقع يشنوا حملة هجومية على ليا حمزة وسالي العوضي لخلعهم الحجاب، اعتقادا منهم انهم فقط عملوا هالشي ليتصدروا الترند مو أكتر. المشكلة الثانية بيساني إسماعيل مع غيث مروان في حفل زفاف غيث مروان وسارة. كل من غيث وسارة رفضوا استقبال بيسان في حفل زفافهم، وهالشي ما صرحوا فيه إلا يوم حفل الزفاف. وعحسب ما صرحوا إنه ما قاموا بعزم بيسان على هالحفلة وما قاموا بعزومتها، وهالشي خلى بيسان تقوم بنشر ستوري على حسابها بتعلن فيه إنها راحت للحفل لكن ما تم استقبالها. وما زالت الدراما بين غيث مروان وبيسان إسماعيل مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالخفي، فالاثنين رفعوا المتابعة عن بعض والاثنين بينزلوا لحد الآن عن بعض بطريقة خفية. تعالوا مع بعض نشوف ثالث مشكلة معنا وشو كانت. المشكلة الثالثة بين أيضا بيسان إسماعيل لكن مع أنس الشايب، لما تصدروا أيضا الترند لإعلانهم بشكل حصري إنهم انفصلوا عن بعض، لما ظهرت بيسان إسماعيل وأعلنت بشكل حصري انفصالها عن أنس الشايب. وأيضا ما زالت الدراما مستمرة بين بيسان إسماعيل وأنس الشايب أيضا بشكل خفي. تعالوا مع بعض نشوف رابع هالمشكلة ومين اليوتيوبرز وليه تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة الرابعة بين شادو ويوتيوبرز مشهول على منصة يوتيوب، لما أعلنت شادو إنه بكفي تحكوا عني من وراي وما رح أسمح لأي حد يحكي عني، وحكت أيضا إنه ريحي حالك ما في حد بيطلع على زوجك، وحكت أيضا إنها ما رح تسكت بعد هيك لأي حد بيحكي عنها. وهالدراما أيضا حصلت في عيد ميلاد بيسان إسماعيل بعد ما خلصوا من عيد الميلاد، فقامت بعدها بنشر عدد من الاشتريات على حسابها على الانستغرام. وفعليا في حكوا انه شادو ما حبت تعمل دراما، ولو كانت حابة فعلا كان عملت هاشتاج لليوتيوبرز المقصود، لكن هي حبت تتكتم بالاسم لحتى ما تتصدر الترند والدراما ويصير يقولوا عنها انه هي فقط بدها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وهالشي كان من وجهة نظر متابعينها. هيك بكون عرفتكم على بعض اليوتيوبرز والمشاكل اللي حصدتها سنة 2023. احكولي اذا انا نسيت مشكلة في التعليقات. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذه اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا.